فيفيان مابيدي. لاحظوا ان اللاعبين القوى الجويه العراقي الان سمحوا كيتقدموا ان صبحوا في نصف الملعب، وبالتالي الفريق العراقي يبحث عن الحلول يعني على مستوى الهجوم. هذه محاوله افاده مصطفى كريم، تدخل ديال الدفاع ترجع مره اخرى لفائده فريق القوى الجويه العراقي. تخرج الشرط نفذ بسرعه علي سعد محمود. مصطفى كريم، مصطفى كريم كيسدد السداد الثانيه لمصطفى كريم، والتي تعرف تدخل الحارس خالد العسكري. تلعب كره بسرعه حمزه ابو رزوق، ولكن تدخل ديال الدفاع مره اخرى كيتم استرجاعها. تقريبا هناك بطء على مستوى البناءات الهجوميه خصوصا ديال فريق الرجاء، ولكن خلي يعني اللاعبين العراقيين انهم بسرعه كياخذوا المكان ديالهم في رقعه الملعب. فيفيان مابيدي، ياسين الصالحي. لاحظوا ما كاينش هناك يعني السرعه في تنفيذ العمليات. زكريا الهاشمي، شمس الدين اشطيبي، مشى شمس الدين اشطيبي، الكره ما خرجاتش بامكانه التمرير، وهذه عمل شمس الدين اشطيبي كيمرر، ولكن فقط الدفاع ديال فريق القوى الجويه العراقي. تدخل ديال علي عبد الجبار كيبعاد الكره، كترجع مره اخرى لفائده فريق الرجاء. محسن متولي بامكانه انه يغير الاتجاه. كوكو امين الرباطي، محسن متولي، زكريا الهاشمي، شمس الدين اشطيبي. سهلة في يد الحارس مهند قاسم كريم. العميد علي عبد الجبار. فريق الرجاء ذكر بانه بالميدان لعب 9 ديال المباريات على مستوى البطولة الاحترافية، 7 ديال الانتصارات وتعادلين، حتى الآن لم ينهزم الرجاء بالميدان. علي عبد الجبار كيلعب كرة طويلة دائما في اتجاه نفس اللاعب مصطفى كريم عبد الله، لاعب الذي يتحرك بشكل كبير في هجوم فريق القوى الجوية العراقي. محمد عبد الزارة، بوبكار مكاتجي، تدخل جيد لشمس الدين اشطيبي. فيفيان مابيدي، يعني هنا خاص يكون تلعب الكرة بسرعة خصوصا قبل العودة ديال المدافعين ديال فريق القوى الجوية العراقي. صعود ديال عادل كروشي، ياسين الصالحي، تعود مرة أخرى الكرة للدفاع لأنه اللاعبين العراقيين بسرعة كيرجعوا للمهام الدفاعية. متولي، شمس الدين اشطيبي، كل اللاعبين العراقيين الان في نصف الملعب. اكيد هناك تخوف من تلقي هدف ثاني، هدف اللي اكيد انه يخلي الماموريه تصبح صعبه للاعبين العراقيين. تمريره نحو الراس والبحث عن راس حمزه بورزوق، تمريره ديال شمس الدين اشطيبي. كرة طويلة علي سعد محمود، خرج للشرط، شرط لفائدة القوة الجوية العراقي. أعتقد بأنه حتى الغياب ديال المدرب، غياب أيوب أوديشو مدرب فريق القوة الجوية العراقي، أكيد بأنه غياب اعتبر يعني مؤثرا بالنسبة للفريق. وذكرت بأنه المدرب أيوب أوديشو يغيب على هذه المباراة لالتزامه بدورة تكوينية للمدربين ينظمها الاتحاد الآسيوي لنيل 11 شهادات التدريب، وهي من صنف باء، وبالتالي وليد ضهد ومهدي جاسم المساعدين هما اللي الآن كيقودوا الفريق خلال هذه المباراة. زكريا الهاشمي، شمس الدين الشطيبي طلب الكرة، ولكن الأقرب لعلي عبد الجبار.
محمد عبد الزارق كتضيع الكره، مشى محسن متولي، شطيبين محسن متولي، شنو عمل غادي بفعل كراوغ، ولكن كتضيع من الكره. اعتقد بانه محسن المتولي يعني كان هناك احساس بالالم لانه ما مشاش بالسرعه المعهوده عند محسن متولي. تلقى علاجات على مستوى الفخذ على الايمن، نتمنى ولا ما تكونش اصابه مؤثره لمحسن متولي. تمريره طويله اتجاه النيجيري بوبكار ماكادجي امامه عبد الفتاح بوخريس، كترجع الكره دائما ماكادجي. احمد محمد حسين، علي عبد الجبار، عميد الفريق محمد عبد الزارق. تمريرات قصيره الان بين اللاعبين العراقيين. علي عبد الجبار كيلعب كره طويله ولكن سهله عند الحارس خالد العسكري. الان ايقاع متوسط بعد مرور ربع ساعه، لم نتابع تهديد حقيقي الا بواسطه مصطفى كريم عبد الله بعد السيده ديالو خالد عسكري. مابيدي بورزوق، مرات اخرى فيفيان مابيدي، شمس الدين الشطيبي، تمريره حمزه بورزوق او ياسين الصالحي، خدع الكره ياسين الصالحي وضع امامه، ولكن عرفت تدخل ديال محمد عبد الزارق. كانت تمريره جميله في اتجاه ياسين الصالحي، قرآن في وسط الميدان، هناك خطا بالفعل، ضربه خطا لفائده بوبكار ماكادجي، وغادي يكون اول تغيير في المباراه لفائده فريق الرجاء البيضاوي. بالفعل خروج محسن متولي، انا قلت بانه هناك كيحس بالم، ودخول عادل الشاذلي اللاعب التونسي في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. التغيير اعتقد كان منتظر، محسن متولي صاحب التمريره الحاسمه اللي اعطت الهدف حتى الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي. هذه محاوله ولكن تدخل ديال عبد الفتاح بوخريس. اول لمسه للتونسي عادل الشاذلي. تمريره طويله في اتجاه حمزه بورسوق، بغى يوضع الكره عند ياسين الصالحي، ياسين الصالحي تمكن انه يوصل الكره، شمس الدين الشطيبي، عادل الشاذلي كتضيع الكره لعادل الشاذلي. كره عند اللاعب هيثم كاظم. حتى الان فريق القوة الجوية العراقي يحافظ على نفس التركيبة البشرية. محمد عبد الزهرق، مصطفى كريم، هيثم كاظم، كرة في الجهة اليمنى، تسديدة ولكن فوق المرمى، كانت تسديدة. اعتقد لاعب مدنا خالد صالح امامنا دكة احتياط فريق القوة الجوية العراقي. وليد ضهر ومهدي جاسم. كتلعب الكرة طويلة، كتجاوز نصف الملعب، رأسية ديال حمزة أبو رزوق، والحكم كان ضربة خطأ لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. حماس الآن كبير في المدرجات، جماهير الرجاء اكيد تنتظر الهدف الثاني في هذه المباراه، هدف اللي اكيد بانه يعطي تطمينات كبيره بوصول فريق الرجاء البيضاوي للدور النصف النهائي. امين الرباطي ترجع مره اخرى لفائده فريق القوة الجوية العراقي. حذاري من لاعبين ديال القوة الجوية العراقي، ففريق الرجاء حتى الان يعني لن نتحدث بتاتا على عملية التأهيل في ظل هذا الهدف. كان تدخل الآن جيد لعادل كروشي، خرج كرة للزاوية، زاوية لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. أكيد أن جماهير الرجاء حست الآن بالخطورة، وبالتالي تواصل المساندة. زاوية الآن لفريق القوة الجوية العراقي من الجهة اليسرى لمرمى الحارس خالد العسكري،
احمد محمد حسين كينفاد دائما خطيره تدخل ديال الدفاع المرتد هجومي لفائده فريق الرجاء ياسين الصاحي، ولكن ما مشاش الكره للاعب شمس الدين الشطيبي. مره اخرى تعود للقوة الجويه العراقي، ما كاينش هناك خطا كيقول الحكم. فيفيان مابيدي بامكانه يلعب الكره بسرعه. لاحظوا فيفيان مابيدي، لاحظوا ينتظر، لا اعرف ما ينتظر، مع العلم ان هناك حلول على ايد عادل الشادي. زكريا الهاشمي شمس الدين الشطيبي خمسة وستين دقيقة، دائما تقدم فريق الرجاء البيضاوي بهدف ليلى شيء. نذكر بأنه ثلاث أندية تم معرفتها هي الأندية التي وصلت للمربع الذهبي. فريق الإسماعيلي المصري اللي تمكن أنه يتفوق على شباب الوزداد الجزائري في مباراة الإياب بضربات الجزاء بعدما انتهت المباراة بهدف ليميتي، وهي نفس نتيجة مباراة عداب. اتحاد العاصمة الجزائري فتأهل على حساب فريق البقعة الأردني بعدما تفوق 3-2، بعدما كانت مباراة عداب 6-1 لفائدة اتحاد العاصمة الجزائري، تفوق كان واضح. العربي الكويتي يفوز على النصر السعودي 2-0 بعدما كان هزم في مباراة الذهاب 3-2، وبالتالي الإسماعيلي المصري اتحاد العاصمة الجزائري والعربي الكويتي في الدور النصف النهائي. الكره الان كتخرج للزاويه، الزاويه لفائده فريق الرجاء، وغيكون هناك تغيير ثاني في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. عبد الجيد الدين الجيلاني اللي غاب عن مباراه الذهاب للتوقيف. الحكم حتى الان لم يطلب ب انه يقوم بالتغيير على عين، اذا خروج حمزه ابو الرزق ودخول عمجد الدين الجيلاني. حمزه ابو الرزق صحيح انه ما كانش عنده خطوره كبيره على المرمى، ولكن تحرك بشكل كبير في دفاع الفريق العراقي. اذا دخول عمجد الدين الجيلاني، اللاعب اللي اعتقد انه صالح الجماهير من خلال هدف الانتصار في مرمى فريق الوداد الفاسي خلال الدوره الماضيه. تمريرة طويلة تدخل ديال الدفاع مرة أخرى، زاوية هذه المرة من الجهة اليمنى لمرمى الحارس مهند قاسم كريم. قلت بأنه عبد الجيد الدين الجيلاني اللي غاب عن مباراة الذهاب بسبب التوقيف نفس الشيء كان لمحسن متولي. محسن متولي سجل في مباراة رجاء بني بلال اللي عرفت فوز فريق الرجاء 3-0، وعبد الجيد الدين الجيلاني صالح الجماهير من خلال هدف الانتصار أمام فريق الوداد الفاسي. القائم يرد هدف كان بواسطة فيفيان مابيدي رأسية. لاحظوا رأسية فيفيان مابيدي يردها القائم الأيسر الذي ينوب على مرمى الحارس مهند قاسم كريم. يعني هدف لو تم تسجيله أعتقد أنه سيريح الأعصاب شمس الدين الشطيبي كي مرار، ولكن سهلة في يد قاسم كريم. أبرز محاولة خلال الجولة